مصر بتحيي ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر، وطبعاً أولى النقاط اللي أقامت بها العائلة المقدسة كانت منطقة تل بسطة الأثرية في محافظة الشرقية. لحد دلوقتي لسه موجود البئر المقدس اللي انفجر بالمياه ليروي عطشهم. طبعاً عايزين نعرف تفصيل أكتر عن أبرز الفعاليات الخاصة بإحياء ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر. معانا على التليفون دكتورة رشا حسن، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور أستاذ محمد. صباح النور. أهلا بحضرتك. لو نتعرف من حضرتك في البداية على أبرز الأجواء الاحتفالات اللي بيتم تدشينها في محافظة الشرقية. إحنا طبعا السنة الثالثة على التوالي بعد افتتاح نقطة مسار العائلة المقدسة بعد التطوير منطقة آثار تل بسطة. إحنا بالاشتراك مع متنية الأقباط الأرثوذكس بنقيم احتفالية من أبرز اللي إحنا بنهتم إنها تكون موجودة، إن يكون في أوبريت بيقدم إحياء للي كان موجود أو بنحكي حاجة حصلت من تشريف العائلة المقدسة، سواء كان معجزة أو أثر أو تراث مروي حصل وقتها. وحضرتك عارف ان ده مهم جدا للمنتج السياحي، وبالذات منتج سياحي لمصائر العائله المقدسه طبعا. لانه منتج روحي فبيرتبط بالتراث المروي، بيرتبط بالحكايه، بيرتبط بالاثار الموجوده واللي تركها السيد المسيح على ارض مصر. احنا السنه دي الاحتفاليه تقام تحت رعايه قداسه البابا تواضوس الثاني، وزاره التنميه المحليه، وزاره السياحه والاثار، الهيئه العامه لتنشيط السياحه، محافظة الشرقية، الغرفة التجارية. فكان السنة دي ليه زخم تاني، لأن احنا كنا بنستهدف التسويق لنقطة مسار العائلة المقدسة بالشرقية والمنتج السياحي أو الرحلة السياحية اللي احنا بنقدمها للشركات بربطها بالمعالم التتميز بها المحافظة. السنة دي كان تحت عنوان رحلة سلام. وحدة سلام احنا بنقصد بيها بكل معناها وكل معنى الرحلة نفسها اللي قامت بيها، لأن الرحلة كانت هروبا من طغيان اللي حصل على العائلة المقدسة في بيت لحم، وهروبهم لأرض السلام أرض مصر. فكنا هادفين النقطة دي بالذات تحديدا، وكانت طبعا احنا بنستهدف كل سنة استعراضات جديدة وألحان للاستعراضات جديدة كلها منطلقة من محافظة الشرقية بأبنائها. قمنا على هامش الاحتفالية معرض أيادي مصر الحرف اليدوية، وكانت لمنتجات العائلة المقدسة المرتبطة ب يعني المنتجات اليدوية المرتبطة بمصائر العائلة المقدسة. احنا كنا على مدار الشهر الفائت او الماضي كنا احنا عملنا ورش لرفع كفاءة الحرف دي، وان ازاي ان هم يقدروا يستنبطوا بقى من الايقونات الاثرية والالوان القديمة، ازاي ان هم ياخدوا من الخطوط والتراث القبطي ان هم يستفيدوا بيه كمنتج يدوي ويطلعوا منه منتجات جديدة. وده فعلا الحمد لله اللي تم. احنا استفدنا من خبرات خبراء في كل مجال بيهتم بالحرف اليدوية، فكان نتاجه النماذج اللي قدمت امبارح في الاحتفالية من فخار وأرتيت ونحاس وطلقة على النحاس ومنتجات خشبية متنوعة. أيضا في كان عندنا خزف في البردي، كمان معرض الفن القبطي اللي كان بيقدم أهم النماذج اللي ممكن بيعها أو ممكن ربطها بالمنتج السياحي. حضرتك عارف إن الزائرين لأي نقطة بيحبوا ياخدوا معاهم سوفونير، وده كان المهم في ده، فإحنا استهدفنا ده الحمد لله. كان من أهم الشخصيات اللي كانت موجودة معانا المكتب الإقليمي لليونسكو، كان في ممثل معانا امبارح، والحمد لله يعني كان في ترويج حادث لوجود وفد كمان من اهم شركات السياحه اللي بتشتغل على السوق الاوروبي والسوق الاسيوي. احنا شايفين على الشاشه دلوقتي اقبال كبير جدا، يعني
طبعا فاهمين ان تل البسطة هو اولى النقاط اللي اقامت بها العائله المقدسه، هل ده السبب في اختياركم لاقامه يعني الاحتفاليه فيه وذكرى طبعا لذكراهم، يعني لنحيي مره ثانيه ذكراهم؟ وهل بيتم تدشين المهرجان كل سنه هناك يعني في تل البسطة؟ زي ما حضرتك قلتي كده، ليها طابع خاص تل البسطة، انها مصارع العائله المقدسه كنقطه فيها البير، ايضا انها كان ليها في التاريخ ليها طابع خاص لانها كانت عاصمه الاقليم في الاسره 22. كان المعبد اللي كان متواجد كان مقام من عهد بنات الاهرامات، فيعني ليها عبق تاريخي. بجانب ده المنطقة نفسها ليها زي ما حضرتك شايفة في الصور ليها مميزات، أولا المساحة، ثانيا التنوع اللي موجود فيها، فكانت لازم تكون قبلة. طبعا احنا كنا احنا دايما بنستهدف كل سنة، يعني السنة دي العام الثالث على التوالي بعد الافتتاح، واحنا ان شاء الله بإذن الله كل سنة هيبقى فيها الاحتفالية. واحنا كنا يعني السنة دي استهدفنا 1000 مدعومين شعب الكنيسة وشعب محافظة الشرقية ومصر كلها، كان عندنا توافد كبير الحمد لله من مختلف المحافظات، فالحمد لله كان عدد يعني الحمد لله كويس السنة دي، والسنة الجاية هتبقى أكتر إن شاء الله. طيب لما نيجي نتكلم يا فندم بشكل عام عن منطقة تل بسطة الأثرية والمتحف اللي موجود، أعتقد المتحف قديم من 2008-2009 لكن توقف لفترة وأعيد أو تمت فيه أعمال تطوير وأعيد افتتاحه مرة تانية في 2018، لو حضرتك تكلمينا عن المنطقة بشكل عام وعن المتحف اللي موجود في تل بسطة. المنطقة زي ما حضرتك أشارت، أولا وزي ما احنا قلنا هي ليها تنوع، أولا المتحف هو رجع تاني بقوة، وده كمان لأن خطة مجلس الأعلى للآثار بتطويرها للمتاحف كلها في مصر كلها استهدفت المتحف يكون مش بس مخزن للمقتنيات الأثرية وإن هو كمان يعرضها، لا، هو المتحف حاليا أصبح هو منارة للثقافة، أصبح هو القبلة اللي بتربط بيها من الطفل كل الأعمار بقى، من الطفل لغاية الشباب والبالغين. فبقينا بنعمل كمان بالاشتراك مع المتحف ورش حية، سواء كانت حرف، سواء كانت ورش للثقافة، أفلام كمان وثائقية بتقام. فاحنا كان في ضمن مشروع العائله المقدسه تم تطوير في قاعه كانت موجوده للمحاضرات، تم تطويرها لتضم شاشه 3D تفاعليه بيتم تقديم فيها زي ما قلت لحضرتك كل حاجه بتخص الاثار والثقافه، وورش كمان للاثريين والمهتمين بالاثار. حاجة تانية بقينا بنستضيف كمان في المتحف الجولات المتحفية، يعني احنا استضفنا من المتحف الفني القبطي العام الفائت كان في معرض عندنا لأهم مقتنيات المتحف، في كمان العملات، في بقينا بنغير من شكل كمان المعروضات اللي كانت بتتم مع كل مناسبة. فبالتالي المتحف ما عادش بس لعرض المقتنيات ولكن بقى تفاعلي اكثر. المنطقة نفسها ككل كانت من اهم المناطق، زي ما احنا قلنا كانت بتقام كمان، كانت مشهورة لعصر كبير بالاحتفال بباستت المعبودة، باستت معبودة الاقليم اللي هي على اللي هي اشهر قطة في التاريخ، اللي هو القط الفرعوني زي ما وكمان بيطلق عليه في بعض الاقاليم، القط الاسود. تمام. فكانت ليها احتفاليه بتقام بشكل جميل جدا، حتى حكى عليها هيرودوت انه كان بتجيها من الامصار، وكان يعني بيتراوح عدد الناس اللي كانت بتحتفل في المكان ده من 12,000 زائر. كان بيتعمل فيها احتفالات كنسيه احتفالات كهنوتيه للمعبوده باستت،
فكانت ليها مكانة في التاريخ. وعشان كده يا دكتورة الدولة اهتمت بهذا المتحف، عندنا مبنى وعندنا كمان متحف مفتوح وأعمال حفائر ما زالت مستمرة في تل باسطة. كل الشكر لحضرتك دكتورة رشا حسن مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، شكرا جزيلا ليك.